طالبة ثانوي تكون في الدروس من الظهر للمغرب، يجوز لها جمع العصر مع الظهر قبل أن تنزل من البيت للضرورة، بس لكن يا ليتها تخالف أنظمة الدروس وتصلي الصلاة في وقتها، وهذا الألزم لها يعني، إلا إذا كانت مضطرة أو كانت على سفر. وننصح المدرسين الذين جعلوا الدنيا بغيتهم ولا يبالون بصلاة، هم نهمون شرهون لجمع المال فقط، نهبهم أن يتقوا الله ويجعلوا وقتا للصلاة.